هي محاولة لإقرار مجموعة المبادئ الحاكمة التي تستقر عليها كل أمة، حماية لحاضرها ومستقبلها بما لا يسمح بالإخلال بها أو الخروج عليها مهما كانت القوى التي ستسيطر على المجلس النيابي. الوثيقة تمتلئ بكل ما لا يمكن الخلاف معه إلا من بعض التحفظات القليلة، والسؤال المهم، ما الذي يجعلها ملزمة؟ ما الذي يجعلها ملزمة؟ ما الذي يضمن؟ يعني من الضروري أن يعني أن يتوفر لها ما يجعلها ملزمة، بحيث لا يكون الأمر كله مجرد أننا نجتمع ثم تنتهي هذه الاجتماعات دون أن تتحول إلى فاعليات في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر. نحن نتطلع إلى أن تكتمل الانتخابات، أن تقل الأخطار التي ستتعرض لها العملية الانتخابية، أن يكون بالإمكان أن تمثل مصر كلها، جميع الأطياف السياسية، جميع القوى الجديدة، المبادئ التي تحترم الحريات والدولة المدنية بالمعنى الذي لا يتناقض على الإطلاق. يعني هناك من يحاولون أن يقيموا تناقضا بين الدولة المدنية وبين المبادئ الإسلامية، وهذا ما أتعجب له. من قال هل الدولة هل الإسلام العظيم يتناقض مع العدالة والحريات ورغيف العيش واحترام الإنسان واحترام الأديان الأخرى واحترام كل ما يؤدي إلى التنمية وإلى الازدهار وإلى القوة وإلى التحدي العلمي والثقافي والإنساني؟ أنا أستغرب محاولة إقامة هذا التناقض والتضليل الذي يصنع للجموع المصرية في أن الدولة المدنية تتناقض مع مبادئهم الشخصية المصرية، شخصية بتكوينها إيمانية، جوهرها الإيمان والدين. وأنا أرى كمسلمة أن هذا الدين الحنيف العظيم ليس مثله احتفى بحقوق الإنسان وبالحريات وبكل ما يحترم سيادة العقل والمنطق والقانون أنا للأسف أرى محاولة لإقامة تناقضات لا محل لها ومخاطر نريد أن ندفعها عن هذا الوطن، ونريد أن ننطلق إلى المستقبل بأجنحة تمثل فيها جميع القوى التي تمثل مصر الجديدة والثوار الذين صنعوا الثورة والشباب الذي يمثل الأمل والتكامل والتقارب بين الأديان السماوية ودرء جميع المخاطر التي تأتي منها الفتن الطائفية والفتن بين أطياف ومكونات هذا الشعب العظيم. من يحب هذا الشعب، من يتمنى له الخير، لا يتطلع إلى مصالحه قدر ما يتطلع إلى المصالح الكلية للوطن. شكرا لك، شكرا لك، أشكرك.